الحمد لله وإنا إلى رجعه. فقدنا اليوم واحد الشخص صديق برلماني قيادي من قيادي حزب الاتحاد الدستوري. إنا لله وإنا رجعه، نطلب الله سبحانه وتعالى يمتعه بالمغفرة والرحمن. كامل الأطباء المخلصين مخلصين أولا للمريض، إنه اللي تيتحكم في الطبيب كيف ما كان المستوى ديالو هو المريض. كان مخلص للمريض، كان مخلص كذلك للوطن، مخلص للمدينة، كان تيدافع عن المدينة ديالو، كان تيدافع على المستقبل ديال هاد المدينة. اللي يمكن لي نقول هو رجل انا تنتسف لانه كطبيب وهذا امر الله. بالنسبه لي استغفر الله العظيم ما تسال ما كاينش، ولكن هذا امر الله. اللي يمكن لي نقولو هو اللي تنتوكل على الله، هو يكون مثال واحد العدد ديال الاطباء من جهه، واحد العدد ديال المواطنين، لانه تيدافع بصفه رسميه بصفه خاصه على السياسه ديال الوطن وعلى الملكيه ديالنا اللي تنطلبوا من كذلك قبل الاله باش تزيد في الامام المواطنين. نحسبه اخا ومعلما لما له من خصال جيده داخل العمل الانساني والعمل السياسي بمدينه مكناس المشمول برحمته الدكتور إدريس قشال الذي تسلمدنا على يده والذي اخذنا منه عبق السياسة وأدب المحاورة مع كل الخصوم. فقدنا اليوم رجلا لك الرجال، والعمل الإحساني والسياسي دليل على وجوده دائما في قلوب كل المكناسيين والمكناسيات وكل الغيورين على هذا البلد، رحمة الله عليه. السيد الوزير عزائمنا واحد. الله يرحم سي إدريس قشال، واحد من الرجال ديال هاد المنطقة ديال مكناس اللي خدم هاد المنطقة لعقود متعددة. رجل معروف بالجدية ديالو، بالنزاهة ديالو، بالحب ديال الوطن، بالحب ديال المصلحة العامة. وقضى تقريبا واحد قصد كبير من حياته في سبيل تنمية هاد المنطقة. طبعا من الركائز ديال الاتحاد الدستوري، للاسف حنا كنفقدوا اليوم عنصر من العناصر اللي كانت ناشطه في الاتحاد الدستوري، وكنتمناو الرحمه وكنتمناو الصبر للعائله على قدر الله. لبالغ الحزن والاسى، اليوم تودع مدينه مكناس العاصمه الاسماعيليه احد ابنائها السيد الفقيد الدكتور إدريس قشال، الذي يعرف في الأوساط بغيرته كونه ابن المدينة العتيقة، ابن حي سيدي عمر، الذي ناضل وأعطى الكثير لأبنائه من خلال ممارسته للشأن المحلي، إذ هو مستشار بالمجلس البلدي وبرلماني يمثل مدينة مكناس. إنها فاجعة اليوم بعد ما وصلنا هذا الخبر الذي أحزننا جميعا، وندعو له بالمغفرة والرحمة، ونطلب الله تعالى أن يلهم ذويه السلوان. إن لله وإنا إليه راجعون. زور المدينة والتعامل مع المواطنين والتعامل مع ذوي الاحتياج، خاصة تطلبوا احنا ذوي احتياج خاصة نينا
الرحمة والمغفرة لصديقنا دكتور قسام، فاختينا واحد نقدنا واحد طبيب داوي الاحتياط الخطا وبعيد وقريب، وشكرا. يعني ما شفنا فيه كل الخير وتخدم الأسرة والمجتمع والوطن، والله يجعله كل شيء مغفرة الذنوب، كل شيء تيدي معاه، والله يرحمه ويوسع عليه، هذه خلي بلاصتو كبيرة، والله يرحمه ويوسع عليه. ما كان كاع جميع الصفات النبيلة كانت فيه، مع الصغير مع الكبير، والله يرحمه ويوسع عليه، والله يجعله كل شيء مغفرة الذنوب ويدخلوا ربي تعالى فسيح جناته. جوج عنده 4 الوليدات، الصغير عنده 4 سنين، وكانوا معلقين كاع بوليداتو، والحمد لله ربهم تربية حسنة، والله يجعلوا كل شيء مغفرة الذنوب. آمين آمين. كل شيء تيتفدي، كل شيء تي، كنا هو عنايتنا هو راسنا هو كل شيء. أصبر. والله داو واللي جا مع عند الله من حبابه. مرحبا به، داو لله. يخلي بلاصتو كبيرة، ولكن أمر لله، الله بغى الله داو. الله أكبر الله.